حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. في هذا العدد نستضيف الشاعر الليبي الأستاذ محمود العوامي معنا من ليبيا عبر سكايب. حياك الله محمود وأهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله وبارك فيكم وبارك في خطاكم ومسعاكم. أحييك أخي مصطفى مطر وأحيي برنامج بيت القصيد، البرنامج الرائع البديع الذي يطل بهذه الدهشة وبهذا الجمال البالغ الباذخ، وأحيي أيضا قناة الرافدين وكل الشعب العراقي وكل الأمة العربية، أمة اللغة وأمة البيان، وأشد على أيديكم وعلى أزركم في هذا البرنامج الذي يعني يحيي موات القصيد ويبعث الروح عبر الشعر واللغة والأدب والحرف والكلمة والجملة. كان من الواجب أن نقدمك نحن، فقدمتنا أنت، شاكرين لك هذه التقدمة الممتلئة محبة وسرورا وطيب وفاء. طيب الله روحك وشعرك أستاذ محمود العوامي، وشكرا لك على هذا الترحاب الذي كان مفروضا علينا فسبقتنا إليه. محمود العوامي الشاعر الليبي، وقبل الذهاب إلى التجربة الشعرية والحديث الشعري في نصوصك وما كتبت من قصائد بموضوعات متفرقة ومختلفة خضعت لظروف وعوامل معينة فرضت ذاتها عليك، دعنا نتحدث للشارع العراقي وللمتابع العراقي، نلخص الحال في ليبيا، كيف هي الظروف اليوم؟ نتمنى أن تكونوا بخير أو مقبلون على الخير إن شاء الله. نعم إن شاء الله، هذا ما نرجوه من الله، وهذا يعني بالغ دعائنا وغاية أمانينا، أن الظروف في ليبيا وفي غيرها يعني سائرة إن شاء الله إلى الخير وإلى الصلاح وإلى التهدئة وإلى يعني النهضة وإلى الحضارة وإلى الرقي والتقدم الذي عهدت عليه هذه الأمة المسلمة إن شاء الله تعالى. الوضع باختصار أخي مصطفى ومشاهديك الأكارم، الوضع يعني خرجنا من مراحل اقتتال ومشاكل ودماء وفتن وحروب إلى مرحلة سياسية وتسويات سياسية هنا وهناك، فالحمد لله على كل حال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون القادم، وهذا ما نأمله ونرجوه، أن يكون القادم أفضل من السابق بإذن الله رب العالمين. دعنا يعني نفتتح هذا اللقاء العذب من بيت القصيد، والمقدمة يعني تبشر بأن القصائد كذلك ستكون عذبة ترقى إلى مسامع جميع المشاهدين. إلى أولى القصائد التي تود أن تبدأ بها هذه الأمسية الجميلة محمود، تفضل. نعم شكرا لك أخي مصطفى على إتاحة الفرصة وعلى وجودنا معكم في برنامجكم وفي قناتكم. قصيدتي الأولى مرايا الأمل. إني أبصر صورة بلدي قطعة نور، صورة حور، وأراها كالحلوة تلهو من دور اللعب إلى الدور، والدة الحلوة راقصة وأبوها بياع خمور، وهي على ما في أبويها حسناء ومفتاح سرور، حسناء وتلمع عيناها مثل التكاسير البلور، وعلى خد الحلوة يعبث يا ويل الدر المنثور، غنجاء تحير واصفها غارت منها الحور الحور، وأرى رأس الحلوة قمة جبل الطور، وعلى كتف الحلوة يجري ماء الشلال المتدفق، والشمس رمته بخيوط مثل شواظ أو شهب تنساب مشعة، شلال مثل البركان، شلال نام على كتف يزدان بسبك مجاريه، منه ترتعد الأركان، وضفائره مثل السور المبني بحجر الرومان، وضفائره مثل السور المبني بحجر الرومان، شلال الشعر يهددني، يسلب قلبي روحي عقلي، يقتل تفكيري ويريني نفسي في ضعف وهوان، لكن يشعرني بأمان،
أما عيناها فقواها شعر منضبط الأوزان. ما عيناك بربك قولي تختصر جميع الأزمان. الله. تروي الشعر بطرفة عين يجمع ممزوع الأكوان. من عهد ابن القيس تريني أوزان الشعر إلى الآن. على بحر عينيك الهلال تقوسا وفي موجهن الليل هام وأغلسا. دلال كذرات الهطول تناثرت على حين شمس والفؤاد تيبسا. بياتية الألحان ينساب رقصها على القلب موسيقى تدق به الأسى. وفي البدر شيء من أسارير نورها ورمش بها وجه السماء تلمسا. أنا لا أطيق الحسن يلهب مهجتي وقد عشت من صبر المحاسن مفلسا. أنا لا أطيق الحسن يلهب مهجتي وقد عشت من صبر المحاسن مفلسا. هواك الذي يذوي أنينا بداخلي تيقنت فيه الموت حدسي تفرسا. دعيني فلي قلب يكابد جرحه على وطن يأبى بأن يتنفسا. دعيني فلي قلب يكابد جرحه على وطن يأبى بأن يتنفسا. يعيش على الإنعاش ملقا مبعثرا أنا ربما فيه لعل عسى عسى. أعللني علي أناول بغيتي لدهر به الفحم القتوم تألمسا. دعيني لئلا أستحيل إلى نظى ولا يستحيل الصبح في إلى مسى. دعيني لئلا أستحيل إلى لظى ولا يستحيل الصبح في إلى مسى. أنا ما رمقت الصبح إلا لبرهة بأحشاء أمي. جئت والليل عسعسى وأستنشق الأنفاس نارا وها أنا أقاوم حتى لا أموت تنفسا. الله الله الله. وأستنشق الأنفاس نارا وها أنا أقاوم حتى لا أموت تنفسا. ويحمل طهر الماء أحلام ميت إذا الماء لم يجر الطهور تنجسا. كرحالة تاهت خطاه فإن رأى سرابا ويلفاه خيالا تجسسا. وقومي لكل وجهة حيثما مضوا تناءوا وأوفاهم حجا قد تغطرسا. كأن لهذا الكون إبليس واحدا وقومي لهم مليون إبليس وسوسا. نعيش لآمال محال منالها لجهل طغى فينا طغى وتكرسا. فآلامنا الأولى تشعب جرحها وفيهم تزجنا فارتوى وتأسسا. وفي كل يوم هاج حزن مجدد على فائض الأحزان لولا تكدسا. ولكن في قلبي مناد يهزني أن اصبر وحاذر أن تمل وتيأسا. تحسس هنا ريح تهب بيسرة وما أقرب الإيسار ممن تحسسا. تلمس مكانا كان بالأمس تاعبا فقد ينفع الماضي لمن قد تلمس. الله الله. تمترس بباب الصبر فالدهر قلب نجا من بباب الصابرين. تمترس بربك في هذه المقادير حكمة ومن طاوع الأقدار عاش مقدسا. ومن طاوع على أقدار عاش مقدسا. طاب هذا النص الطيع اللين كأنه سلس كالماء عذب كالسكر مرح كروح طفل متعلق بأمه. وحري بالقصيدة أن تتعلق فيك يا محمود. ما أجملها من نصوص مركبة
مزجت ما بين التفعيل والعمود وجعلتهما توأما واحدا، لله درك. محمود، ربما يتساءل المواطن العراقي، المواطن العربي، ويقول إن هناك أو يتهم خصوصا سكان منطقة شمال إفريقيا بشيء من التقصير بالتعرف إلى غيرهم من أبناء عروبتهم وشركائهم في الهم والوطن والثقافة والدين الواحد. ليتك ترد على من يقولون ذلك مؤكدا أو نافيا، وإن كنت شخصيا أميل إلى أحدهما ولكنني لن أصرح، سأترك لك حرية أن تتكلم، تفضل. نعم، أنا هذا الأمر سألعب على الطرفين وأؤكد جزءا من كلامك وأنفي وأرد يعني جزءا يسيرا. ربما الجزء الذي سأنفيه أو الجزء اليسير الذي سأعارضه هو أن التقصير في كثير من الأحيان من كل أو من جملة الوطن العربي في هذا التواصل يعني. أما شمال أفريقيا ولعل ليبيا بالخصوص، فإن إن صحت التسمية التقاطع العلمي والأدبي والثقافي سببه التركة الثقيلة التي يعني تركتها الأنظمة التي جهلت الشعوب وباعدت بينها وقطعت تواصلها، فلعل هذا يعني اللوم الذي يقبل في من يعني ينتقد هذا الانتقاد أن يعذر في ما كنا نعيش فيه من سنوات قاحلة جد قاحلة في أمور التواصل الثقافي والعلمي والأدبي. نعم، حدثنا قليلا عن مدينتك الأم يا محمود قبل أن ننتقل إلى موضوع جديد. مدينة الأم، مدينة بنغازي، مدينة الجمال والروعة والرونق والبحر والرباية الذائح كما يحب أن يسميها أهلها، مدينة الجود والكرم والعطاء الباذخ، مدينة الأسرة الواحدة والبيت الواحد. مدينة بنغازي يعني مدينة في وطن ووطن في مدينة، هذه هي المدينة التي ولدت فيها ونشأت وترعرعت ودرست وتعلمت، والآن أنا أقيم في المنطقة الغربية من بلادنا الحبيبة ليبيا في مدينة مصراتة تحديدا، وهي لا تقل حبا ولا روعة ولا جمالا عن مدينة الأم. أحسنت يا محمود، وهنا يحضرني قول الشاعر الذي يقول: يا أهل بنغازي ويا بنغازي، من ذا يكافئ فعلكم ويجازي؟ بعض المدائن أهلها وفعالهم في القلب يشبه مثقب الخراز، لكن أهلك في الجراح بلاسم وفعالهم وطرازهم في الناس. أي طرازي، إني أحبك معسرا أو مؤسرا وأعز أهلك أيما إعزازي. ونحن نعزكم ونحبكم ونجلكم كثيرا. الشاعر محمود، لمن هذه الأبيات إن كنت تعرف؟ الشاعر حسن السوسي عليه الرحمات المتتالية. أحسنت. هيهات قصر عن مدارك كل من ظن الكواكب سهلة الإحراز، أمن الضعيف وراحة العاني بها ورفاهة المتسول المعتاز. قد جبت ألف مدينة ومدينة بين المحيط الجون والقوقاز، لكن كمثلك ما رأيت مدينة وكمثل أهلك كان كالإعجاز. الله الله الله، ما أجملك وما أجمل تغنيك بمدينتك الأم بنغازي. بنغازي المدينة العصية على كل الجبابرة وعلى كل عشاق الظلام. إذن مشاهدينا الكرام، إلى الشاعر أمل دنقل وقصيدة بكائية ليلية، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. في الوهلة الأولى قرأت في عينيه يومه الذي يموت فيه، رأيته في صحراء النقب مقتولا منكفعا يغرز فيها شفتيه وهي لا ترد قبلة. كنا نتوه في القاهرة العجوز ننسى الزمن، نفلت من ضجيج سياراتها وأغنيات المتسولين، تظلنا محطة المترو مع المساء متعبين.
كان يبكي وطنا وكنت أبكي وطنا. نبكي إلى أن تنضب الأشعار، نسألها أين خطوط النار، وهل ترى الرصاصة الأولى هناك. والآن ها أنا أظل طول الليل، طول الليل لا يذوق جفني وسنا، أنظر في ساعتي الملقاة في جواري حتى تجيء عابرا من نقط التفتيش والحصار. تتسع الدائرة الحمراء في قميصك الأبيض، تتسع الدائرة الحمراء في قميصك الأبيض، تبكي شجنا من بعد أن تكسرت في النقب رايتك. تسألني أين رصاصتك، أين رصاصتك، ثم تغيب طائرا جريحا تضرب أفقك الفسيحا، تسقط في الظلال خلف الضفة الأخرى وترجو كفنا. وحين يأتي الصبح في المذياع بالبشائر، أزيح عن نافذة الستائر فلا أراك، أسقط في عاري بلا حراك، أسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى أم أنها. أبصرت في الآلام ما لا يبصر، ورأيت من نزفوا ولم يتغيروا. أنا من بلاد تعجن الشعراء تنضجهم بدمعتها ليزهر سكر، وهي التي اقتسمت ومريم طهرها جرح خرافي وصبر أخضر. في الأرض آلام تعطر ذكريات النهر، منها الصابرون تعطروا. لا موفة في التيه يجمع ظلهم، فتفرقوا يا قلب كيف يفسر. أم وأربعة صغار حولها ضلوا، وكم قاسوا معا وتضوروا. ووصية ثكلى تؤنب ذاتها مثل الحسين بكربلا لا ينصر. في كل نهر يا عربي دمعة تدعوكم بالله، بالله أن تتأثروا. هذا أنا حلم يغير جلده، هذا لأن العاشقين تغيروا. سأضيء من جرح الغدى الكونية، فاقتربوا حواريين وأبشروا. لا جرح يبقى الدهر، فاجتمعوا يدا تنمو ندا، يحيي الزمان لتزهروا. مجددا نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من ليبيا الشاعر الجميل جدا محمود العوامي. أهلا بك مجددا محمود. أهلا بك ومشاهديك مجددا حبيبنا مصطفى. محمود، قبل الشعر دعنا نتحدث في مسألة يعني فيها الكثير من المشاكلات. ماذا عن الذين يرون الإبداع في التجاوز على الله والمحظورات؟ كيف يمكن لنتاج الشاعر أن يتجاوز مثل هذه يعني الحدود الصعبة والمحظورة؟ موضوع الحقيقة يعني ينبغي أن يثار في غير محفل ومنبر في هذه الفترة على وجه الخصوص، لأن كثيرا من الشعراء يعني سامحهم الله تجاوزوا الحد يعني وصعروا الخد لله سبحانه وللمقدسات يعني، وفسروا بتفاسير قد تكون يعني غير ملائمة. هذا ناهيك عن من يعني لا يعيرون للمقدسات بالا أصلا. لكن بالعموم هذه التجاوزات حدثت في تاريخ الشعراء
قديما وهي تحدث حديثا. نعم. وهي للأمانة مما لا ينبغي يعني للشاعر المسلم الذي يتحلى بالأخلاق ومعرفة قدر ومقام دينه وربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ومقدسات أمته، بل ينبغي للشعراء أن يكدسوا جهدهم وأن يكرسوا طاقاتهم في الدفاع عن هذه المقدسات وحمايتها بشعرهم وبأدبهم وبثقافتهم وبمكانتهم العلمية التي حباهم الله بها وأنزلهم المنازل ورفعهم المقامات. وأنا في هذه اللحظة لا يفوتني أن أقر وأعترف وأشيد بعدد لا بأس به في المقابل من الشعراء، من شعراء أمتنا العربية ومن شعراء لغتنا، يعني يدافعون عن المقدسات ويدافعون يعني عن 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 دينهم وعن موروثهم الثقافي والعلمي والأدبي وعن شريعتهم وعن نبيها وكتابها، وهم يعني في مقام الجنود الذين يسدون الثغور، فبارك الله فيهم وفي شعرهم، ولا حرم الله الأمة من أمثال هؤلاء الشعراء. أما الآخرون الذين أشرت إليهم فعسى الله أن يجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، ويعني يعون ويدركون خطر هذا الأمر. إلى الشعر مجددا يا محمود، ماذا ستقرأ علينا في هذه المرة؟ تفضل. نعم، لعل المقدسات والحديث الذي فتحته الآن يعني يلجئني أن أتحدث أو أن أشير إلى هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في ثاني أيامها أو في ثالث لياليها هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فهذه قصيدة في مدحه وفي مدح أصحابه وأحبابه وفي مدح السائرين السالكين دروبه، هي عنوانها سميذعيون. تفضل. العاشقون له أحببتهم وأشاء كتم سر الهوى لولا الفؤاد فشى. العاشقون له أحببتهم وأشاء كتم سر الهوى لولا الفؤاد فشى. هم كالندى فوق زهر الياسمين سرى، وللذي نابه الجوع الشديد عشى. كالحب من طرفين العشق قيدهم بنظرة صدفة من تحت عرف رشا. أحبهم لا ملاك لي على خلدي، وكاذب من يقود الحب حيث يشى. ألذ من سهدة في جفن ذي سهر، ومن زلال لظام عاين العطشا. من خبزهم أطعم المسكين، ما شبعوا ولا أطاحوا أمام الأرجل الكرشا. سميذعيون ترب الأرض يعرفهم، لأنهم إذ مشوا من فوقه انتعشا. أبان عن نشوة فازدان مزدهرا، وحينما فارقته الأرجل ارتعشا. وأجود الشعر بيت في سماحتهم، لكل صاحب زاد في الدنا كمشا. أحبة المصطفى الرحمن أخلصهم له، فكانوا لأقدام له الفرشا. وأنشدوا حسنه ما جاء في خبر صحت أسانيده، لم يعرف الغبشا. تأملوا فيه ما دقت معالمه، أقر أو قال أو إن شج أو خدش. جمال عينيه طول الشعر خاتمه، وكيف يضحك أو يبكي، وكيف مشى. من يعش عن حب خير الخلق قاطبة، لا شك عن حب رب الكائنات عشا. ومن يش القلب حبا فيه قد وجبت له الكرامات والأنوار حين وشا. وذو فؤاد خلي من محبته، لا ريب أن على ذاك الفؤاد غشا. لأنه جاء بالحب الذي اندثرت سماته، ورعي الفتنة انتفشا. والأوس والخزرج الأعداء من زمن بهده الحب بين الفرقتين نشا. أزال حمية جهل بينهم فتكت،
وصرح ود لهم في غابر عرشا وغيرهم بعد أن كانوا عدا رشدوا وبعضهم نحو بعض بالهدى نغشا للعالمين من الرحمن مرحمة وبالأعادي إذا هاج الوغى بطشا أطاح بالعزم أصنام القلوب رضا من زيت مشكاته في غائر نبشا فداه روحي وأمي في الهوى وأبي ما أشرقت شمسنا أو ليلنا غطشا عجزاه عجزاه عن وصف هواه فإن أزد فما زدت إلا النقص والنجشا. الله الله الله، ما أجمل هذه المدحية يا محمود، نتمنى أن تكون في ميزان حسناتك وأن يكتب لها الخلود ما بقيت الأرواح البيضاء الطيبة مقبلة على مثل هذه القصائد المضيئة، وأنت أهل لذلك ولا شك. محمود، ليتني يعني أنال منك إجابة لسؤال مفاجئ، فأسألك عن رسالتك الشعرية، لو تلخصها لنا بدقيقتين. تفضل محمود وقول اللي أنت حابب تقوله. نعم، رسالتي أيها الحبيب بداية يعني هي نصرة لأمتي، أمتي العظيمة، أمة الحضارة والتاريخ والمجد الضالع والقوة الضاربة أطنابها في أصول هذه الأمم وهذه الأكوان، أمتي التي ظلمت وقهرت وحوربت وطوردت واتهمت، أمتي التي فقدت يعني المدافعين عنها في غالب الأحيان. فهذه رسالة الأولى لنصرة هذه الأمة التي أتشرف بها وبدين السماحة وبالحنيفية التي يعني حبان الله بها. ثانيا رسالتي وطني الحبيب، وطني الذي يعني قاس من الألم ما قاس وعانى من الاضطهاد ما عانى، وكل أوطان العرب والمسلمين التي يعني اضطهدت وحوصرت وعذبت وقهرت، رسالتي لهم أن أكون يعني شعرا لمواساتهم وشعرا لبث الأمل في نفوسهم وشعرا يجتث يعني شوك اليأس من قلوبهم. أحسنت. هذه هي يعني رسالتي في الشعر، رسالتي في الشعر أن أبث الحب والروح، أن أجتث يعني أصول وجذور الحزن والألم والاضطهاد من قلوب الأبرياء والمستضعفين. أحسنت. رسالتي في الشعر أن أصنع الفرحة في قسمات وجوه النيرة التي ينبغي أن تضحك لا أن تبكي، والتي ينبغي أن تستبشر لا أن تياس. رسالتي في الشعر أيها الحبيب أن ألاقي في برنامج رائع مثل برنامجكم الحبيب مصطفى مطر، أشكرك. فأنشده شعرا فينتشي ويطرب ويسمعني جمال شعره فأنتشي وأستمتع وأطرب. هذا هو الشعر، رسالة للروح وللقلب وللعقل وللفكر، يعني نضج وكمال. الشعر جمال روح، والشعر يعني مفتاح كل سعادة. هذه هي يعني خلاصة رسالتي أيها الحبيب. يا لها من رسالة سامية، أحسنت قولا وأجدت بلاغة وتبليغا أيضا. الشاعر الجميل ابن ليبيا محمود العوامي، بعد هذه الإجابة الدسمة لابد أن نخرج إلى فاصل، ما رأيك؟ نعم نعم. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب إلى فاصل قصير الآن، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا، ولا نزال في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. لمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا عبر سكايب من ليبيا معنا الشاعر المتألق والمتميز شعرا ونثرا وقولا وفعلا، الأستاذ محمود العوامي. مجددا محمود، إلى الشعر مباشرة، تفضل، والقصيدة الجديدة ماذا ستقرأ علينا الآن؟ نعم، شكرا لك يا أستاذ مصطفى. من دونك الأرض لا بيت ولا سكن، كأنك الأم والأهلون والوطن. من استمالوك حبا أسرفوا فرحا، من كحلوا منك عينا أفزعوا أمنوا. لكل بالغ حسن في الدنا ثمن، إلاك أنت ألا بالله ما الثمن. في رمش كل فتاة أنت ماثلة، يا غمزة أنت فيه أو هو الوسن. في كل لحظة تيه تسرقين حجا، يعود حيث يعود الضعف والوهن. في ساحة الحي كنا قصتي ألم، رقيقة كنت ويلي إذ أنا الخشن. في وهمنا كانت الأيام ترقبنا، واليوم لا شيء إلا الطيف والدمن. وموجك الموت لما خضت لجته، لم أدر أنك فيه البحر والسفن. لم يبق بعدك في الأرجاء من أحد، أنا هو هنا السجن. لم يبق بعدك في الأرجاء من أحد، أنا هنا السجن والجاني ومن سجن. في عقرب الساعة المشؤومة فجرت ألغام بعدك، لا وقت ولا زمن. الشارع امتد حتى لا انتهاء له، مشاته عن شعاع الشمس قد غبنوا. رصيفه لا يقل المثقلين أسا، وفيه أعمدة أنوارها الفتن. الجالسون به هم محض أحجية لبعضهم، بعضهم عن غيرهم دمنوا. السائرون به هم حسب من عرفت من التجاعيد في عينيهم المحن. السائرون به هم حسب من عرفت من التجاعيد في عينيهم المحن. من بؤس ما هم عليه الليل أنكرهم، بالرغم من أنهم في دجنه عجنوا. رد الثياب بهم يبدو كأحسنهم، وليس ثمة لا حسن ولا حسن. يبدو كأحسنهم هذا فكيف أنا، يبدو كأحسنهم هذا فكيف أنا، أنا كأسوأ من فيه. أنا الحزن يسابق الظل خطوي، كان يسبقه من قبل، والآن ظلي بعدك الوثن. الله الله، ما أجملك يا محمود، متألق دائما. محمود، في سؤال غريب نوعا ما، حدثني عن رجائك الذي يطيب لك في مثل هذه المواقف أن تجهر به، ما هو هذا الرجاء؟ نعم، رجاء الذي يطيب لي في مثل هذه المواقف أن أجهر به، هكذا السؤال ليس كذلك؟ تفضل. نعم، تفضل بالإجابة محمود. نعم، يعني الرجائيات كثيرة في الحقيقة، لكن رجائي الأسمى والأعلى هو يعني صلاح حال أمتي ونهضتها، وصلاح حال بلادي ونهضتها وكل بلاد المسلمين، وأيضا أن أتم رسالة الماجستير التي عكفت عليها إلى الآن ولم يعني يتيسر تمامها بعد. جميل جدا. ما هو موضوع أو مضمون رسالة الماجستير التي تعكف على إنجازها؟ نعم، رسالة الماجستير تتحدث عن فقه السياسة الشرعية في التحالفات العسكرية مع غير المسلمين. أحسنت أحسنت يا محمود، موضوع شائك، ونحن بحاجة إلى من يؤصل لهذه المضامين في رسالة لابد أنها ستكون قيمة وغنية بشتى ألوان العلوم والمعارف والآراء والدلائل الدامغة التي يستبصر بها الباحثون عن إجابات تشفي تساؤلاتهم تجاه
هذا الموضوع الشيق والمليء بالإثارة والذي يحتاج إلى الكثير من التوضيحات. حدثنا يا محمود عن فكرة الشعر في نفس إنسان مجروح وطنه، كيف يكون مقارنة بشاعر آخر ربما يعيش ظروفا مختلفة في بيئة كلها راحة بال وهناء وسعادة؟ نعم صديقي مصطفى، كما ترى كلما فررنا في مطالع القصائد من الحزن والألم والمعاناة التي نعيشها في أوطاننا، كلما عرجت بنا القصيدة ودارت بنا القافية، ويعني أغرقنا الشعر في أن نعود في ذات القصيدة ربما بعد أبيات قلائل إلى الألم وإلى الحزن، وحتى لو صورنا نصور به يعني بالانفجارات وبالآلام وبالدموع وبالأحزان، لا يستطيع الشاعر أن ينفك عن حياتية يعيش فيها، عن واقع يعاينه، عن آلام يعني تمازج أيامه وروحه، عن يعني الشاعر لما يكون يعني فقد أخلة وفقد أحبة وفقد أقارب وأصحاب، لما يكون يعني الشاعر مهجرا عاش جل أيامه في منفى، لما يكون الشاعر يعني عبارة عن إنسان روحه مظلمة تتمنى الهجرة وتتمنى الخروج من وطنه أو ترجو، فهذا يعني القلب وهذه الروح التي قاست وعاينت الألم لن تجود إلا بشعر يعني فيه نوع من الألم بعيدا نوعا ما حتى وإن لم يكن ظاهرا. ومع هذا فإني أجد كثيرا من الشعراء في بلادنا وفي غيرها يعيشون في أوساط الألم، لكنهم يعني يفرون فرار الليل من النهار من الحزن الذي يعيشون فيه، لكي يكتبوا جمالا ويكتبوا حبا ويكتبوا روعة ويحاربوا كرها ويحاربوا حقدا ويحارب بغضا. ولعل في وطني الكثير منهم شاعرنا الكبير الشاعر عبد المولى البغدادي، وشاعرنا يعني ووالد شعرائنا وشيخ شعرائنا الشاعر محمد المزغي، هؤلاء يعني قاوموا الحزن وقاوموا الألم وقاوموا ما عايشوه بالرغم الظلم الذي وقع على يعني بعضهم، إلا أنهم لا يكتبون إلا حبا ولا ينفحون إلا عطرا ولا يجودون إلا وردا وسماحة وجمالا. أنا يعني أذكر الآن بعض أبيات الشاعر محمد المزغي حينما يقول: لا وقت للكره، لا وقت للكره عندي لا مكان له، ويقول أيضا: لا 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 أعرف الحقد، لم أحمل حقيبته، وخاسر خاسر في الحقد من ربح. فيا الله ما أروع وما أجمل هذه الروح التي يحيا بها هؤلاء الشعراء الأكابر. أحسنت يا محمود، طيب الله أيامك وجعلها صافية لا ألم فيها ولا مواجع، وكذلك نتمنى أن تكون أيامنا. الأستاذ محمود العوامي، وأنت الشاعر الليبي الذي تدين بالفضل للكثير من الشعراء الذين يكبرونك سنا وربما بعضهم يسبقك تجربة، ومن هنا أثني على يعني ترحيبك أو على ترحيبك وعلى تقديرك للشعراء الأجلاء من ليبيا، الأستاذ الدكتور عبد المولى البغدادي، وكذلك الأستاذ الكبير الأستاذ الشاعر والشيخ الشعراء في ليبيا الأستاذ محمد المزوغي. جميل هذا الوفاء يا محمود، ويحفزنا يعني تشنف أذاننا بقصيدة جديدة من إبداعك هذه المرة. وكما قلت قبل قليل، الفائز بالحقد هو أكبر الخاسرين تماما، كما يعني قمت باقتباسها من شاعرنا الكبير الأستاذ محمد المزوغي. في مثل هذه المواقف فعلا تخلد القصائد، وأنا واثق أن القصيدة التي ستقرأها علينا الآن تستحق الخلود. إلى القصيدة الجديدة يا محمود. في غيابات حلم زرعت الحب في الصلصال من حمائي، لأسقيه بماء دمي على ظمئي، عجنت حياء أهل الله في خلدي، أخاف إذا سرى في الأرض لم يفئي،
قبضت عليه حتى غار في بشر ارتويت به، وها أنا ذا بمهترئي، أنا شفة الحيي انتابها خجل وفيها قبلة زرعت على الملأ، فيا ويلي من النيران أرشفها، أشاء لظى خمائلها ولم أشأ، كأن الحر من نيران قبلتها كحر الشمس آخرها بمبتدأي، حيائي خط نورا في مدايا أضاء للظلماء، صار النور في خبئي، أظلتني رموش عيونها، لولا رموش العين بركان الحياء رؤي، تعض بدرها الشفتين تنتهني، تعال فأنت دون الناس ملتجئي، كأن أناملي للأرض أنجمها، يشع الليل من أنوار متكئي، أقول لكل أنواع أقمار المجرة، أقول لكل أقمار المجرة يا بدور الكون ها قد جئت فانطفئي، أقول لكل أقمار المجرة يا بدور الكون ها قد جئت فانطفئي، فيا بؤسي لأيامي بغيبتها، لليل الهجر لم يشرق ولم يضئ، أنا المحزون حزن النادبات أبا المثكلات بصوت بح من صدئي، أنادي الليلة رحت بغير ماصلة، فلا بالعشب كان الأنس لا الكلأ، أعيدي قبلة أخرى لأحفظها، أقول لها ألا يا قبلة اختبئي، أعانقها وأرشف شهدها عطرا، أعيديها ولو حتى على خطئي. الله الله، أعدها ولو حتى على خطأ يا محمود، ولكن خطأك صواب، وجميل أن يكون هذا الاستنطاق الشعري العذب وخلق المتناقضات والمقصود بها الكلمة العكسية للمفردة المنطوقة أو المسموعة. أنت تقول أعيدها على خطأ، ولكنك تقصد أن تعيدها مؤكدة وعلى صواب. محمود، في ختام هذه الحلقة نريد منك رسالة إلى ليبيا التي تحب، ماذا تقول؟ أحيي عبر منبركم الشعري هذا وعبر قناتكم الرائعة قناة الرافدين، أحيي كل أهلي في ليبيا في شرقها وفي غربها وفي جنوبها، وأشد على أيديهم أن يعودوا لرشدهم وأن يحفظوا حقوق أهليهم وبلادهم، وأن يعني يكونوا أمناء لدينهم ولأمتهم ولوطنهم الحبيب الغالي، أن يكونوا كلمة على من سواهم، كما يعني قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ دماهم وهم يد على من سواهم، أن يدعوا التناحر والتنافر والتقاتل والتدابر والتشاجر كله جانبا، وأن يكونوا جسدا واحدا، أن يبنوا ليبيا بناء حقيقيا. كذلك أعرج على أهل الثقافة والعلم والأدب والعربية والنشطاء في كل علم وفن وفي جميع المجالات بغير تحديد، أن يعني يحيوا علومهم وأن يقيموا لها الندوات والمحاضرات والأمسيات، وأن يبعثوا الثقافة والعلم والأدب والشعر في نفوس الناس، فالعلم والشعر والأدب والثقافة والفن هذا هو ما ينير القلوب وتشرق منه القسمات، ويعني يقود عالمنا هذا إلى الرقي وإلى مراقي الحضارة وإلى سلم النجاح والعودة ببلادنا إلى تاريخها المشرق المشرق بإذن الله. أمسيهم في هذه الأمسية بالخيرات والبشريات والمسرات، وأدعو الله تعالى وأرجو منه أن يرأب صدعنا وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ ببلادنا إلى مظان الخير وإلى مصاف الرقي والحضارة والتطور بإذن الله، وكل بلاد المسلمين والعرب إن شاء الله. محمود، الآن دعنا نستمع منك إلى قصيدة ختامية، لعلها تكون يعني قصيرة لأن الوقت يداهمنا، إلى القصيدة الختامية، ماذا ستقرأ علينا مسكا لختام هذا العدد من بيت القصيد؟ تفضل، لك الكلمة يا محمود. نعم، هذه قصيدة صغيرة إن شاء الله. أقول عيني
تغافلني لتقصد عينه، نقضت ديون الحب وقضت دينه، كم بينما قصدت من الشوق الذي يقسو عليها بالجفاء وبينه. الله. وتقول حين تضيع في أهدابه: أين المثيل لحسن وجهك؟ أين عيناك؟ نصر قصيدة غزلية لكثير عزة أو جميل بثينة. الله الله. أنت الحديث يصح متفق على إسناده، وأنا لك ابن عيينة. الله الله. كم للقلوب من العناق، وها هنا كم يشتكي قلبي لقلبك بينا. أنزلت حبك في الفؤاد مفاخرا، فخر ابن أوس في مديحي مزينة، ورأيت في عينيك سيفا بارقا، فحسبتها بنت الحسين سكينة. مغزولة فيك الضفائر لامعات كالحرير كأنهن ردينا. هاتوا لي الأخبار منه واحملوا خبري إليه في حمامة أين. ما كل صب فيك مثل صبابتي، خبر يقين عنك عند جهينة. الله الله، ما أجملك يا محمود، وهذا نعم الخبر اليقين وأطيب الختام للأمانة. رسالة إلى رفاق الشعر والكلمة على امتداد الخريطة العربية والإسلامية الواحدة، ماذا تقول في ختام هذا البرنامج؟ رسالة موجهة إلى من يقاسمونك ألم الكلمة وحبر المجاز. رسالتي إلى أولئك الشعراء: بداية أهنيهم على هذه المنحة والمنة التي أعطاهم الله إياها، وأنا أقلهم قدرا ويعني أصغرهم في كل شيء، فهم الأكابر وهم الشعراء وهم المجيدون. أشد على أيديهم في أن ينصروا بشعرهم أمتهم، وأن يكونوا أصحاب رسالة وأصحاب قضية يدعون إلى الخير وإلى الحب وإلى العطاء وإلى النماء، وفي نفس الوقت يحاربون الظلم والفساد والطغيان المستشري الضارب بأضلاعه في كل دول المسلمين والعرب. هذه النقطة أخي مصطفى، حتى لا أطيل، أود أن أركز عليها وأعيدها أيضا، أن كثيرا من الشعراء لا يقيمون لهذا الأمر بالا، فالشعر ينبغي أن يكون نصرة للمظلومين ودفعا للظلم ومحاربة ومناصبة عداء وحربا لكل ظالم، لكل من أخذ الحقوق واغتصب الحريات وظلم الناس وقتل وشرد وأعان على مثل ذلك. فأنا أشد على الشعراء البالغين جمالا وروعة والنامين يعني لغة وحسنة، أن يجعلوا في شعرهم نصيبا لحرب الظلم والظالمين. أحسنت محمود. الوقت مر بسرعة، وكان بودي أن يطول هذا اللقاء، ولكن هكذا هي الحياة محكومة بزمن، وهكذا البرنامج أيضا محكوم بتوقيت ومدة زمنية محددة. سعدت بك على مدار هذه الدقائق التي مرت سريعا، وطاب بك بيت القصيد يا محمود. شكرا لكم، وشكرا لبيت القصيد، وشكرا لقناة الرافدين، وشكرا للشعب العراقي وشعب ليبيا الحبيبة وكل الشعوب العربية المسلمة، وأخص بالشكر صديقي الحميم الشاعر الرائع البديع المفلق المطبوع مصطفى مطر. حياك الله ودمت بخير. تسلم تسلم. أيوة، أشكرك يا محمود، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات وأرقاها. دمتم بكل حب وخير، إلى اللقاء.